شاب يجهز على والده بواسطة حجر بالقصر الكبير. اهتزت مدينة القصر الكبير يوم السبت على واقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شخص على يد ابنه العشريني، وذلك بعد تلقيه ضربة بواسطة حجر على مستوى الرأس أردته قتيلا على الفور. وحسب مصادر محلية فإن الشاب البالغ من العمر 27 عاما والذي يعاني من اضطرابات نفسية دخل في مشادات مع والده الضحية بعدما ضبطه يفتش ملابسه بحثا عن النقود بغرض شراء المخدرات، مستغلا غياب إخوته عن المنزل. سرعان ما تورطت إلى شجار قام على إثره بتوجيه ضربة بواسطة حجر لرأس الضحية أردته مدرجا في دمائه، وقد تم إيداع جثمان الهالك بمستودع الأموات، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الجريمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.